السياحة الدينية من أقدم أنواع السياحة العقائدية، فهناك بعض الدول التي تعتمد في اقتصادها على هذه السياحة. الزاوية التيجانية بولاية الأغواط التي تعتبر منطقة مقدسة للتيجانيين في مختلف الدول الإفريقية، حيث يبلغ تعدادها في إفريقيا 250 مليون تابع، ويزورها 2000 سائح سنويا من أغلب مختلف الدول الإفريقية كالسودان ومالي. تراجع أسعار النفط يدفع بنا إلى البحث عن موارد جديدة غير تقليدية. من بين الموارد المطروحة على حسب الأقاليم، كان أقاليم اللي فيها موروث ديني وموروث ثقافي، هذه تصلح فيها السياحة الدينية والصناعة الثقافية. السياحة الدينية معناها استثمار المورد الديني اللي هي شعور روحي في استقطاب أو في جذب سوق ومستهلكين جدد للمادة الدينية في صورة زيارات وفي صورة لقاءات ومؤتمرات، هذا يكون حامل من حوامل النقد الأجنبي. الوفد المالي الذي أبدى ارتياحه لزيارته لمقر عاصمة الخلافة العامة للزاوية التيجانية ومختلف الأماكن الدينية بعين ماضي، ومن خلال انتشارها الواسع عبر شتى الأصقاع وكثرة مرتاديها، تحولت الزاوية التيجانية إلى قطب صوفي في الجزائر والدول المغاربية والإسلامية. التيجانيون على أرض جمهورية مالي وفي بنغو خاصة رأوا من واجبهم أن يحضروا إلى عين مادي لما تدم أو لما يدم عين مادي من الذكريات. في يوم من الحالي استطعنا أن نزور أهم الآثار التي تتمثل في مسجد السيد محمود الحبيب. السياحة الدينية نموذج مثالي لإنجاح السياحة الروحية بالجزائر، والتي يجب التفكير بها وعن سبل تطويرها وتنظيمها لجذب السياح للأماكن المقدسة وجلب عائدات من العملة الصعبة. ولو اهتمت الجزائر بمثل هذه الأماكن لجعلتها قبلة لكثير من الزوار عبر العالم.